أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع وإياكم كالمعتاد أهم وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم. نبدأ من موقع يمن مونيتور والذي تابع قضية الصحفيين العشرة المضربين عن الطعام، وعنوان الموقع عائلة الصحفيين العشرة تندد بتصريحات ناطق الحوثي. تقول التفاصيل: نددت أسر الصحفيين العشرة المضربين عن الطعام في سجون الحوثيين بالتصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبد السلام، والتي أنكر فيها وجود صحفيين مخطوفين لديهم. وذكر بيان صادر عن أسر الصحفيين وصل يمن مونيتور نسخة منها أنهم فوجئوا بحديث ناطق الحوثيين وهو ينكر وجود أي صحفيين مخطوفين لديهم. وقال البيان: لا ندري ماذا يعتبر أبناءنا الصحفيين العشرة الذين اختطفتهم ميليشيات جماعة الحوثي قبل سنة في صنعاء والتي يسيطرون عليها ولا تشهد أي حروب. وأعلنت أسر الصحفيين رفضها رفضا قاطعا ما قاله ناطق الحوثيين، ومؤكدة أن أبناءها جرى اختطافهم من أمانة العاصمة قبل حوالي عام وهم يمارسون عملهم الصحفي بعد أن أغلق الحوثيون مقرات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي كانوا يعملون لديها. إلى عدن تايم تابع العديد من الموضوعات المحلية. مكاوي يطالب الحكومة بالعودة إلى عدن وممارسة مهامها من الأراضي المحررة. يقول الموقع: طلب مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي الحكومة اليمنية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وبمباشرة مهامهم في إدارة المحافظات المحررة من على أرض الميدان. وبحسب مكاوي، فإن وجود الحكومة على الأراضي المحررة سيمهد لتفكيك كل العقد وسيسهل معالجة كافة الصعوبات. من عناوين عدن تايم: قائد قوة الطوارئ في لحج يتعهد بملاحقة قاتل جندي الحزام الأمني. في ذات المحافظة أيضا يأتي عنوان: انقطاع الكهرباء منذ 48 ساعة في تبن لحج. إلى موقع الموقع، موقع بوست عفوا، والذي أورد عددا من العناوين: العثور على مخزن لتصنيع وتخزين المتفجرات والعبوات الناسفة في مأرب. من الكويت أيضا: حديث حوثي عن مسودة لاتفاق يجري إقناع الأطراف اليمنية بالموافقة عليها والوفد الحكومي ينفي. ومن شبوة: تقدم للجيش الوطني في شبوة ومواجهات متقطعة وقصف للطيران في محافظات أخرى. أما من محافظة إب فعنوان يأتينا به الموقع: وكيل المعين من الحوثيين يقتحم مكتب المحافظ ويصادر الختم. قالت التفاصيل نقلا عن مصادر مطلعة في محافظة إب أن الوكيل المعين مؤخرا من قبل الحوثيين اقتحم مكتب المحافظ محافظ المحافظة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وقام بمصادرة الختم الرسمي للمحافظة. اليمن حاضرة في حفل الحضارات. تحت هذا العنوان كتب درهم طاهر الصلاحي مقاله المنشور في التغيير نت عن إحدى مشاركات اليمن في مهرجان دولي عن الحضارات، ورغم مآسيها الحاضرة إلى أن ماضيها كان مشرقا في حضور ماضي الآخرين. وأضاف الكاتب: عظيمة أنت رغم جراحك، كانت حاضرة هنا في بلد الأسيان في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور في حفل الثقافات العالمي الذي أقيم هناك بمشاركة الطلاب اليمنيين في الجامعة الذين قاموا بتمثيل اليمن وعرض تراثها وثقافتها، فأطربت ألحان صنعاء مسامع الجميع، وعلى تراث عدن تراقصت قلوب الحاضرين، وبتراثها العريق أسرت أفئدة من زاروا خيمتها. كانت العراقة تحتسي عبق تاريخ تليد، والتراث يسكر من لدنه كل ذي لب ونهى، والتاريخ يتحدث بلسان يمني بليغ من على مجسمات خيمتنا. معبد الشمس وعرش بلقيس مرورا بباب اليمن، عانقوا صهاريج عدن وأول ناطحات السحب في بلد الدان. الغناء حضرموت سيئون بقصرها كانت حاضرة. الكساء الأخضر للسعيدة تزين به جدار الخيمة معالم شتى من كل أرجاء السعيدة. كانت اليمن حاضرة بكل تجلياتها البديعة، أردناها سعيدة أن تكون.
أن نرسم بسمة ولو محدودة على محيا وطن غلب على أبنائه شقوتهم فتناوبوا على جراحه. وجدنا اليمن بتاريخه يتحدث، وبتراثه وبفنه، برقصه الذي أذهل من أداها عقول من شاهدوها، على تراث صنعاني أصيل. كان حديث اليمني ذا شجن، فبقدر سعادته أن يرى أبناءه يلتفون حول بلدتهم يريدونها أن تكون أكثر نضاراً وإشراقاً وجمالاً، ولا يأتي على قلوبهم شيء من رجس السياسة وبراثن الحروب اللعينة. بقدر ما ألمه ما يكابده أهلها هناك بين سندان قريب ومطرقة غريب، لكننا اليوم استطعنا أن نجعلها تبدي لآلئة نواجذها تبسماً لمشهد أبناؤها وهم يترفعون عن كل معاني التفرقة والتشظي، ليرفعوا اسم بلدهم عالياً في كبد السماء بين ثريات النجوم، حيث سهيل هناك يحتري وصلاً بيمن عظيم. مشاهدينا، إلى موقع مصدر أونلاين، الحكومة تسلم ولد الشيخ قوائم أولية تضم 2630 اسماً بين معتقل وأسير لدى الحوثيين. عنوان آخر على لسان العضو بالوفد الحكومي محمد العامري: لم يتم الاتفاق على جملة واحدة، عضو في الوفد الحكومي ينفي وجود مسودة اتفاق مع الحوثيين. في التفاصيل، نفى عضو الوفد الحكومي في مشاورة الكويت الدكتور محمد موسى العامري الاتفاق على أي مسودة مبدئية بسبب ما قال أنه تعنت المتمردين الحوثيين. أضاف العامري: ما نشر بخصوص مسودة اتفاق بين الحكومة والمتمردين الانقلابيين لا أساس له من الصحة إطلاقا، وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على جملة واحدة. وأبدى العامري تشددا حول مسألة تشكيل حكومة توافقية كما يقترح وفد الحوثي وصالح، مستبعدا تشكيلها حتى تنسحب جماعة الحوثي وحلفاؤهم من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة، وبعد تسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة مؤسسات الدولة. عنوان آخر: مقتل صحفي خلال تغطيته المواجهات في بيحان في شبوة. ينقل الموقع عن مراسلها: الصحفي عبد الله عزيزان قتل خلال تغطيته المواجهات التي تجددت بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي وصالح. إلى موقع تغيير نت، والذي تنقل بين العديد من الموضوعات عنوان: 21 قتيلاً من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في معارك شرقي وجنوبي اليمن. يقول الموقع في التفاصيل: قتل نحو 14 من الجيش والمقاومة الشعبية في معارك عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في شبوة، فضلاً عن مقتل 7 من الحوثيين في هجوم نفذته المقاومة في محافظة الضالع. قال مصدر في المقاومة للأناضول التي نقل عنها الموقع: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال تلك المعارك وتم أسر آخرين. يضيف الموقع أن الجيش والمقاومة الشعبية استعادا مواقع استراتيجية كان يسيطر عليها الحوثيون في محافظة شبوة. وقبل أن نطالع أهم ما تقوله الصحافة العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة مشاهدينا، فلنذهب إلى الصحافة العربية، البداية من الصحف الكويتية تحديدا من صحيفة الجريدة. نقلت عن صحفي وصفته بالمقرب من الرئاسة اليمنية، حيث قال إن قرارات إقالة رئاسية قد تصدر خلال الساعات المقبلة بحق محافظي عدن، لحج، الضالع والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظات الثلاث، في حال استمرت حملة التهجير القسري المناطقية والعنصرية للمواطنين أبناء المحافظة الشمالية من عدن. وإذا لم يتم أيضا الالتزام بتوجيهات الرئيس هادي التي أصدرها أمس الأول للمحافظين بوقف حملات الترحيل والتحريض المناطقي والعمل على إصدار هويات لمن لا يملكون بدلا من ترحيلهم. أضاف أيضا: إذا رفض المحافظون المذكورون الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية ولم يمتثلوا لقرارات إقالتهم حال صدورها، فسنكون أمام تمرد جديد على الشرعية ودول التحالف، وسوف تزداد الأمور صعوبة.
وفي الشأن الاقتصادي تقول الصحيفة الكويتية: عجز البنك المركزي اليمني عن توفير العملات الصعبة للتجار الراغبين في استيراد المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو السوق الموازية بحثا عن العملات الصعبة. جدير بالذكر أن ولد الشيخ اقترح إنشاء هيئة إنقاذ اقتصادي من طرفي النزاع للعمل على استقلالية الاقتصاد اليمني المتداعي. إلى صحيفة عكاظ السعودية عنونت: مدير أمن صنعاء يقول الإنقلابيون يرفضون تشكيل لجنة التهدئة. تفيد الصحيفة: حذر مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم الإنقلابيين من الاستمرار في خرق الهدنة ورفض تشكيل لجنة التهدئة، وأكد في تصريحات إلى عكاظ: الجيش الوطني والمقاومة يتقدمان في إطار الدفاع عن النفس في منطقة حريب نهم، موضحا بأن الجيش والمقاومة على بعد 12 كيلومتر من مديرية بني حشيش التي تفصل بين منطقة المواجهات والعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن خروقات الميليشيات يومية وكبيرة، لافتا إلى أن الجيش يحاول خلق مناطق آمنة وهناك تقدم في عدد من المواقع. عنوان آخر: مستشار هادي يقول تقدم في ملف الأسرى. إلى صحيفة العربي الجديد تابعت الجانب الاقتصادي: مخاطر الانفصال المالي تواجه نقل المركزي البنك المركزي اليمني إلى عدن. وأكد محللون أنه رغم أهمية الخطوة إلا أنه سيكون من الصعب على الحكومة نقل المصرف المركزي والاعتمادات المالية وصلاحيات الإنفاق إلى مدينة عدن، حيث أضحت سيطرة السلطة الشرعية على المدينة موضع شك مع تنامي الحراك الداعي لانفصال الجنوب عن الشمال. أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في تصريحات للعربي الجديد: الخيارات كلها صعبة في ظل بقاء الحكومة خارج اليمن وفي ظل عدم وجود عاصمة حقيقية تحت إدارتها. ويرى رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعمل أيضا على الأرض لإعادة توجيه الإيرادات إلى أوعية تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. عنوان آخر: مستشفى الثورة في تعز تطالب بشحنة طبية محتجزة. من الاستيلاء إلى الإلغاء، حروب الميليشيات. تحت هذا العنوان كتب عبد الإله بلقزيز أمين عام المنتدى المغربي العربي مقالا عن الحالة الميليشياوية التي تعيشها عدد من الدول، وقال الكاتب: لا تقوم دولة بعد انهيار دولة على ما يزعم من يأتون على هيكلها بالمعاول، وإنما يعقب ذلك فوضى تمتد في الزمان وتأتي على الأخضر واليابس، فلا تنشأ من هذه الحالة شروط إعادة بناء للدولة، لأن الفوضى المعممة تمزق الروابط الجامعة وتفكك البنى والمؤسسات المشتركة، فتخرج العصبيات إلى السطح وتطلق غرائز العدوان والإفناء المتبادل من عقالها، وتصنع بذلك كله شروط إعادة إنتاج الفوضى ومد بقائها إلى آماد أخرى مفتوحة على مزيد من استفحال الأحوال. وليس شرطا ضروريا أن تنهار الدولة انهيارة كلية حتى يقع هذا التفلت العام نحو الفوضى والحرب الداخلية الشاملة، حرب الجميع على الجميع كما وصفها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبس، فقد يكفي فقدانها التوازن وخروج مناطق عن سيطرتها ووقوعها في قبضة جماعات الفتن من البغاة المسلحين، وانكفاء الدولة إلى مواقع دفاعية لكي تنطلق موجات الفوضى والاقتتال وانهيار الأمن والسلم الأهلية، ولتفقد العلاقات بين الجماعات الأهلية المختلفة التي تنكفئ حينها إلى عصبياتها، أي ضابط يحكمها أو أي وازع يزع فريقاً عن آخر. وهكذا تقوم في مقابل الدولة وعلى حواشيها وأحياناً في قلب جغرافيتها السياسية التي تصبح أرخبيلية، دويلات أهلية مسلحة تتحكم في مناطق تتراوح بين مناطق مغلوب أهلها على أمرهم، وأخرى تتخلق فيها بيئات حاضنة للميليشيات أو على الأقل ينظر إليها كذلك،
إما لأن المقاتلة من أبنائها، وإما لأنها بيئات متعايشة مع الحالة الميليشياوية غير مصطدمة بها. قلنا إن الفوضى المعممة تستمر مستعرة، سواء انهارت الدولة كليا أو جزئيا، سواء سقطت أو فقدت أجزاء من مناطق سيطرتها، ذلك أنها تنتقل توا إلى المناطق عينها التي خرجت من سلطان الدولة ووقعت بين مخالب الجماعات المسلحة، فلا تلبث أن تشهد في المناطق هذه على أفظع صورها وتظاهراتها. إلى صحيفة البيان الإماراتية، ولد الشيخ يقول محادثات الكويت تقترب من الاتفاق. تقول الصحيفة إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحدث عن انفراج في محادثات الكويت وتسليم الوفد الحكومي قائمة بالأسرى لدى الميليشيا. وأكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت اقتربت من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي. وأضاف ولد الشيخ المشاورات تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، وعلى الأطراف اليمنية الالتزام بوعودها والإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى والمعتقلين خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة الاتحاد قالت في أحد عناوينها وصول أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي إلى أبين. تقول التفاصيل وصلت أسراب كبيرة من الجراد إلى محافظة أبين وسط تحذيرات من استمرار انتشارها في عدة محافظات يمنية، الأمر الذي يشكل خطرا على مصدر توفير الأمن الغذائي في البلد. وقال مسؤولون في مركز مكافحة الجراد التابع لوزارة الزراعة والري إن كميات كبيرة من الجراد الصحراوي وصلت إلى قرى الشيخ سالم ومريب وتمحن شرق أبين قادمة من محافظة شبوة، وهناك توجيهات إرشادية للأهالي في كيفية التعامل مع الحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية. وأعادت تقارير مختصة في مكافحة الجراد في اليمن أن الانتشار السريع جاء نتيجة ظهور مجموعات من حريات الجراد مكتملة النمو في مناطق بالساحل الجنوبي لليمن، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة من الأعاصير المدارية التي ضربت المنطقة في نوفمبر من العام الماضي. إلى صحيفة الخليج تابعت تطورات الوضع الميداني وقالت في عناوينها اقتراب الحسم في الوازعية وتصعيد متجدد للإنقلابيين في الجوف، عنوان آخر القوات اليمنية والتحالف يستعيدان السيطرة على 8 مناطق في شبوة. تناولت الصحيفة أيضا خبر فصل الحوثيين أكاديميين من جامعة صنعاء. الميليشيات تفصل 66 أكاديميا من جامعة صنعاء. بحسب القرار الصادر عن رئاسة الجامعة بتوقيع رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين، فإنه تقرر فصل 66 من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بحجة الانقطاع عن التدريس. تضيف الصحيفة تسود جامعة صنعاء حالة من الفوضى الإدارية والأكاديمية بعد سيطرة الميليشيات على صنعاء، وأقدمت على تغييرات في رئاسة الجامعة والكليات صبت في صالح تعيين مقربين من جماعة الحوثي بعيدا عن المعايير العلمية والأكاديمية والإدارية. تتابع الصحيفة اضطر الكثير من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى الخروج من الجامعة والبلاد عموما بعد إقدام الميليشيات على اختطاف العشرات من الأكاديميين من داخل الحرم الجامعي. من خارج المكان قد ترى رام الله، تحت هذا العنوان كتب حسن العنيني مقالا عن القضية المنسية وسط الزحام. وقال حسن في المقال المنشور في صحيفة الخليج إن الرمز الصارخ ليوم 15 مايو هو الزلزال الكبير والضياع الأعظم، اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وقيام دولة إسرائيل فوق الأطلال والركام. ليست بداية ملتوية لاستذكار النكبة والنكسة في يوم يتوسط بالزمان 15 مايو و5 يونيو، فقد أعادني كتاب رأيت رام الله للشاعر مريد البرغوثي إلى خارج المكان للمفكر الأشهر إدوارد سعيد. الصلة عميقة فيما أعتقد ليس بدلالة التاريخ، وإنما بما قادت إليه سياسات الرئيس المصري الأسبق أنور السادات
نحو كامب ديفيد وما تناسلته من تسويات ومفاوضات وحروب. كذبت ما جزم به أن أكتوبر هي آخر الحروب، ذلك أن اتفاق أوسلو يكشف عن فظاعات وفضائح ألمحت إليها إشارات إدوارد وبينتها رحلة العودة المتعبة لمريد، حيث الآخرون أسياد المكان. ومع صعوبة الانتقال في إجرومية اللغة وفي التعقيدات الفلسفية بين الناقد الداهية والشاعر الذي تتمازج عنده المرارة والعذوبة، فإن المشترك هو خرائب العائلات المبعثرة في أرجاء الأرض، وحتى الموتى تتوزعهم المقابر في جميع البلدان وفي كل القارات. في خارج المكان تطل القدس من غبار التاريخ ذكرا عابرة في حياة إدوارد سعيد الطفل، مقابل حضور كثيف للقاهرة الغنية الضاجة مع أم حنون مثقفة وأب بادخ الثراء ومستبد شديد التكتم. لكن هناك في القدس في ذلك الزمان مظهرا كاشفا للتواطؤ البريطاني، فالمعابر ونقاط التفتيش يتولاها إنجليز في ظروف توتر ينصب فيها التحري والإلزام بالتصاريح على العابرين العرب. أكان هذا تأكيدا للذات فيما تبدو فلسطين على وشك الضياع؟ ومن فرط خوفهم لا يمشي الأطفال العرب فرادى عند عودتهم من المدرسة، وكانوا أربعة بينهم إدوارد عندما فارق صديقه اليهودي عزرا قبل مغادرته القدس عائدا إلى القاهرة. وكان عزرا واقفا بمفرده يشاهد صاحبه للمرة الأخيرة في لحظة يلوح فيها الجسر المهدوم بين العرب والفلسطينيين. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى الختام، وهي كشك الصحافة. مشاهدة ممتعة وأراكم على خير.